أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. اشتهر بالكوميديا وقصة حب وزواج وبدايته الفنية وعلاقته بكرة القدم وما لا تعرفه عن الفنان فادي صبيح. ولد الفنان فادي صبيح في العاصمة السورية دمشق في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 74، ودرس الفنان السوري فادي صبيح بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وتخرج في العام 98. وبعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية بسنة أو سنتين، مكث الفنان السوري فادي صبيح في البيت لمدة سنة ونصف السنة ولم يعمل أي شيء. ولم يعرض عليه شيء، إذ كان ممثلا غير معروف في أولى خطواته الفنية، وكانت هناك محاولات بسيطة جدا فنظر. وقال الفنان فادي صبيح: أنا بعد دراسة 4 سنوات بكل ما تحمل من جهد وطاقة وعمل واجتهاد أن أجد نفسي في مشهدين هنا أو 4 مشاهد هناك. ولم يشعر مع تلك الثقافة التي كان عليها وتلك الخبرة البسيطة التي يتمتع بها، لم يشعر أنها تليق به، فهذا جعله يفكر بالبحث عن مكان آخر له. فقال: ربما أجد نفسي في الإعلام. فراسل محطة أو محطتين فضائيتين بين عامي 98 أو 99، وأرسل سيرته المهنية على اعتبار أن يجد فرصة في باب آخر، وكان يفترض أن يذهب إلى إحدى قناة ويتدرب عندها. وأكد أنه كان ينوي الزواج بفتاة من دين آخر، واستمر الحال على هذا المنوال لمدة 6 سنوات أدت إلى تأخره في إعلان زواجه. وأضاف الفنان فادي صبيح: في النهاية لم أتزوج من الفتاة، وكتب نصيبي على فتاة من نفس انتمائي الديني، لكن هذا لا يعني أنني لا أفضل أن يتم تشريع أو قوننة الزواج المدني في المجتمع السوري، لأنه حل لكثير من المعضلات بالنسبة للزواج بين أبناء الأديان المختلفة. ولكن الفنان فادي صبيح أعلن رفضه لزواج المساكنة، ويعتبره زواجا غير متناسب مع طبيعة المجتمع السوري والشرقي بطبيعة الحال. وقال: المساكنة غير واردة في مجتمعاتنا، فهي تؤدي إلى انهيار مجتمع لكون أبنائه لا يؤمنون بهذه الفكرة ويعتبرونها غير شرعية وغير قانونية. وتزوج الفنان فادي صبيح بعد السنوات الست من خارج الوسط الفني، وزوجته تدعى لين تعمل مهندسة، ولديه ولدان نوار وكرم. وعلق على هذا الزواج: بصراحة لم أعتقد أنني سأحب امرأة أو أغرم بها من أول لقاء، لكن هذا ما حدث مع زوجتي، فمنذ لقائي الأول بها شعرت بشيء خاص وجميل نحوها، لأكتشف أنه الحب الحقيقي وليتعلق بها أكثر وأكثر. وأوضح أن الأبوة والزواج غيرا في شخصيته الكثير، إذ تحول إلى شخص أكثر تحملا والتزاما وقربا من البيت والأسرة، لافتا إلى أن زوجته هي الصديقة التي تعلم كل خباياه، وهي الوحيدة التي يبكي أمامها. ونفى الفنان فادي صبيح أي علاقة له بالرياضة أو كرة القدم، واعتبر الدور الذي أداه في مسلسل أبو جانتي
والذي ظهر فيه بشخصية حارس مرمى بمثابة التطفل على كرة القدم، لكنه في الوقت نفسه كان يؤدي دورا دراميا. وحسم الأمر مع كرة القدم بالقول: في كأس العالم لا أتابع إلا دور الأربعة الكبار والمباراة النهائية، وفي كرة القدم عامة لا أحفظ إلا أسماء معينة من منتخب سوريا الأسبق. وأشار إلى أن 20 عاما من العمل كفيلة بأن تجعل منه ممثلا ضروريا، ومن حقه أن يسعى للبطولة المطلقة والدور الأول، على الرغم من أنه لا يدعى إلا على أدوار مهمة منذ فترة. والظهور الأول للفنان فهد صبيح على الشاشة الصغيرة للعام 97، حيث ظهر في مسلسل الموت القادم إلى الشرق، لتتوالى بعدها أعماله الفنية. ويتميز بشخصية لطيفة ومحبوبة، كما يتمتع بخفة دم. يعد وجوده في كواليس أي عمل فني مصدرا من مصادر السعادة لزملائه. ويحظى الفنان فهد صبيح بشعبية كبيرة خارج الوسط الفني، وذلك بعد أن قام بأداء عدد من الأدوار الكوميدية التي جعلته محبوبا من قبل الناس. وأصبح اليوم يحتل مساحة يستحقها بجدارة بعد سيل عارم من الاجتهاد ومشاركته في سلسلة مرايا للفنان ياسر العظمة، كشفت موهبته في الكوميديا، والتي كانت سببا في طبع صورة الفنان فهد صبيح في ذاكرة الجمهور، وكذلك كانت سببا في مشاركته في عدد من أعمال الكوميديا المهمة لاحقا. وتألق الفنان فهد صبيح في كافة الأعمال الدرامية، فلعب عدد من الأدوار في المسلسلات الاجتماعية وبرع في الكوميديا، كما شارك في مسلسلات البيئة الشامية وعدد من المسلسلات التاريخية. ويعد دور سلنجو في مسلسل ضيع ضايع من أبرز الأدوار التي لعبها خلال مسيرته. وسلنجو هو صهر أسعد ويلقب بفرخ المحامي، ويشتهر بحبه لعفاف ابنة المختار، والذي كان يرفضه تزويجها له، ويشتهر بأكل كميات كبيرة من المكدوس. وردا على سؤال حول رؤيته لحل مشكلة الفنانين والفنانات الموجودين خارج سوريا لأسباب متعددة من أبرزها سياسي، يجيب الفنان فهد صبيح: لاحظنا سلوك الدولة بالتعاطي مع كل الناس الذين عقدوا مصالحات وطنية معها لطي صفحة ما كان، يمكن تطبيق الأمر مع الفنانين أيضا. طبعا هنا قياس مع الفارق، لذا أشجع أي أحد يفضل العودة إلى البلاد، وأؤيد فكرة دعوتهم إلى ذلك. وحتى الآن وعلى الرغم من الحرب الدائرة في سوريا، لا زال الفنان فهد صبيح يعيش في بلده، مواصلا لرحلة التألق والإبداع، ومستمرا في خط اسمه كواحد من أبرز النجوم الذين عرفتهم الدراما السورية.